سمو الأمير، يعني أريد أن أستغل هذه الفرصة. نحن البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، ويتسع صدرك. هل من محاذير في السؤال سمو الأمير، ولا نسأل أي سؤال؟ يعني نحن عاهدناك متسع الصدر. تفضل. يعني سمو الأمير، ما هو موقف السعودية، ما هو موقف الرياض من القيادات الثورية في بعض البلدان العربية التي شهدت احتجاجات وثورات، كمصر وتونس وليبيا على سبيل المثال؟ وهل الرياض محصنة من المد الثوري سمو الأمير؟ أولا بالنسبة للدول الشقيقة، هذا شأن داخلي هي أعلم به. أما عن المملكة فأظن الواقع أثبت تلاحم الشعب بقيادته وثقة قيادتنا بالشعب وثقة الشعب بالقيادة، وهذا أمر علمه كل وسائل الإعلام، وسبق أن زارنا عددا كبيرا من رجال الإعلام ففتحنا لهم كل المجالات ليتأكدوا، فأخذوا علما وشهدوا بأن الاستقرار والترابط الموجود في المملكة بين الحكومة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ومع كافة قطاعات الشعب أنها تلاحم، والحمد لله نحن في اطمئنان واستقرار من كل النواحي، استقرار أمني، استقرار اقتصادي، استقرار اجتماعي. شكرا سمو الأمير، وجزاكم الله خيرا عن شكرا هذه لك. المجهودات الرائعة. شكرا.